السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عنوان درسنا اليوم هو تغذية راجعة لما تم دراسته من قواعد للصف السابع، دائما نبدأ سؤالنا بما نوع هذه الكلمة أو ما نوعها من أقسام الكلام، وعلى ذلك فإن الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف. فما دلالة الاسم؟ وما معنى فعل؟ وما معنى حرف؟ فالاسم هو كل ما دل على انسان او حيوان او نبات او جماد او بلاد، وعلى ذلك فإننا نقول محمد هو عبارة عن اسم، طاولة هو عبارة عن اسم، أسد عبارة عن اسم وغيرها من الأسماء كثير. فعل هو كل حدث مقترن بزمن معين أو مرتبط بزمن معين مثل أكلة يأكلوا أكل يأكل كل هذه كلها أفعال، حرف هو ما لا يدل على اسم ولا يدل على فعل وأنواعها كثيرة مثل أحرف العطف أحرف الجزم أحرف النصب وغيرها من الأحرف. يقسم الفعل من حيث الزمن إلى فعل ماضي وهو الحدث الذي حصل في الزمن الماضي وانتهى، ويبنى على الفتح إذا لم يتصل بشيء مثل أكل، شرب، نام، لعب، درس. الفعل المضارع وهو الحدث الذي حصل وما زال مستمر الحدوث، ويرفع بالضمة إذا لم يسبق بشيء مثل يلعب. وينصب بالفتحة إذا سبق بحرف ناصب وهي أن لن كي حتى ولام التعليل ويجزم بالسكون مثل لم يلعب إذا سبق بأحرف الجزم وهي لم ولا ناهية ولام الأمر فعل الأمر وهو الحدث الذي يأتي على صيغة طلب ويبنى على السكون مثال أدرس أكتب إلعب اقرأ هذه كلها أفعال وعلى ذلك فإن الجملة تقسم إلى اسميه ومن أركانها مبتدأ وخبر مثال السماء صافية وفعلية وتقسم إلى فعل وفاعل ومفعول به إن وجد نعود إلى الفعل ونقول ينقسم الفعل من حيث اللزوم والتعديه إلى لازم ومتعدي، فالفعل اللازم هو الفعل الذي اكتفى بالفاعل لإتمام المعنى، مثال: يذهب الطلاب إلى المدرسة، يذهب هو عبارة عن فعل، والطلاب عبارة عن فاعل، وهكذا اكتفى المعنى، حيث نقول يذهب الطلاب واكتفيت، لكن الذي أتى بعدها هو حرف جار واسم مجرور، على ذلك نقول يذهب فعل لازم لأنه اكتفى بالفاعل فقط ولم يتعدى إلى مفعول به، أما الفعل المتعدي هو الفعل الذي لم يكتفي بالفاعل وإنما تعداه إلى مفعول به لإتمام المعنى، مثال: زرع الفلاح الأرض، زرع فعل، الفلاح فاعل. والأرض مفعول به حيث أقول أنه هذا الفعل زرع احتاج إلى مفعول به لإتمام المعنى لو أنا قلت زرع الفلاح وتوقفت ولم أقل ماذا زرع هل يكون هل أقصد ماذا زرع هل أعلم لا اعلم فلذلك وضعت كلمه الارض قد يكون زرع الفلاح الارز زرع الفلاح الياسمين وغيرها من الامور لكن حددت ذلك بالارض فلذلك زرع فعل وفاعل ومفعول به ينقسم الفعل الى مبني للمعلوم ومبني للمجهول اي ان في المبني للمعلوم اي ان الفاعل معروف المبني للمجهول اي ان الفاعل غير معروف مجهول لا نعلم من هو ولا تعلم هويته اما للتحويل من مبني للمعلوم الى مبني للمجهول نقوم ب اولا حذف الفاعل وتحويل المفعول به الى نائب فاعل مع اخذه لحركه الضمه وهي حركه الفاعل ياخذ حركه الفاعل اذا كان الفعل ماضيا يضم اوله وكسر ما قبل الاخر واما اذا كان فوق الثلاثي فانه يضم الاول وفتح الاحرف المتبقيه اما اذا كان الفعل مضارعا ثلاثيا يضم اوله ويفتح ما قبل الاخر مثال شرح المعلم الدرس، عندما أقول شرح المعلم الدرس، فمن الذي شرح الدرس؟ نعم إنه المعلم، فأولاً لتحويله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول أقوم على حذف الفاعل. وعندما أحذف الفاعل أقوم بإنزال كلمة شرح والدرس. أنظر إلى كلمة الدرس كانت مفعول به أصبحت فاعل فاعل وذلك باخذ الحركة والفعل هو فعل ماضي أقوم بتحويل هذه الحركات إلى الضم الأول وكسر ما قبل الآخر بما أنه فعل ثلاثي ينقسم الفعل من حيث عدد الأحرف إلى مجرد ومزيد بحرف مجرد اي جميع احرفه اصليه مجرد تقول مثل عماره لا يوجد بها سكان فهذه العماره عماره مجرده اما اذا كانت مزيده بحرف هو ان اقوم باضافه الاثاث عليها فبذلك اصبحت هذه العماره مزيده اي ما الذي يزيد عليه؟ يزيد عليه الاثاث وعندنا مزيد بحرف اي التضعيف الهمزه الالف مثال التضعيف هدد مثال الهمزه أكرمة مثال الالف قاتله الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعه الف الاثنين ويا المخاطبه واو الجماعه مثل الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعه الف الاثنين ياء المخاطبه واو الجماعه يلعبون تلعبون الف الاثنين يلعبان تلعبان وياء المخاطبة ونقصد بها للمؤنث فقط تل عبين العلامة الإعرابية للأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون في آخرة وتنصب وتجزم بحذف حرف النون من آخرة مثال الطلاب يجلسون في أماكنهم إعراب كلمة يجلسون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. المعلمان لن يشرحا الدرس لن حرف نصب يشرحا فعل مضارع منصوب بحذف حرف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة ألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. مثال آخر أنت لم تكتبي الواجب اليوم لم حرف جزم تكتبي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة يا المخاطب أو ياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل على ذلك فإننا نعلم الآن أن حذف حرف النون من الاخر الفعل المضارع لا يصح الا اذا سبق بحرف جزم او حرف نصب احرف الجزم لام لا الناهيه ولام الامر واحرف النصب لن لام التعليل ان كي وحتى المفعول لاجله هو اسم مصدر منصوب ياتي لبيان سبب سبب ما مثال أطعت والدي امتثالا لأمر الله تعالى امتثالا جاءت جوابا لسؤال يبدأ بلماذا فلماذا أطعت والديك الجواب امتثالا فهنا امتثالا يأتي إعرابها مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة وأيضا أخذنا في هذا الفصل الضمائر وهي ضمائر المتصلة فنقول الضمائر هي هو كلمة اسم هو كلمه وهذه الكلمه اسم تعود على اسم ظاهر وتغني عن اعاده ذكره وللضمائر انواع منفصل اي لا يرتبط مع غيره وياتي وحده متصل ياتي متصلا مع قبله من اسماء او افعال او احرف ومستتر اي يكون غير ظاهر الضمائر المتصله تقسم الى ضمائر رافع وضمائر للنصب وضمائر للجر أما ضمائر الرفع المتصلة وتأتي في محل رفع فاعل إذا اتصلت مع الفعل وهي واو الجماعة زي مثل كلمة أكلوا. ياء المخاطبة مثل أكلتي. الف الاثنين مثل أكلا. نون النسوة أكلنا. نال فاعلين إذا سبقت بحرف ساكن. إذا سبقت بحرف ساكن تكن الفاعلين وتال متكلم مثل تو وتي وتا، وليست التاء التي عليها سكون لأن التاء التي عليها سكون هي عبارة عن تاء تأنيث لا التاء الساكنة وهي لا محل لها من الإعراب ضمائر النصب المتصلة وتأتي مع الفعل وتكون في محل نصب مفعول به مثل هاء الغائب يا المتكلم ونا المفعولين فقط إذا سبقت بحرف متحرك وكاف المخاطبة ضمائر الجر المتصلة وتأتي متصلة مع الاسم ويكون إعرابها مضاف إليه أما مع أحرف الجر وتكون تكون في محل جر بحرف الجر الضمائر طبعا أحرف الجر هي عبارة عن من إلى عن على بلام كاف هذه أحرف الجر الأعداد المركبة وهي الأعداد من واحد إلى عشرة وتتكون من عدد ومعدود، مثال: اشتريت علبة واحدة لحفظ الأقلام، فنقل أين العدد وأين المعدود؟ المعدود هو علبة والعدد هو واحدة، فإعراب علبة هي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، أما واحدة فنرى أنها تبعتها في جميع الأمور فكانت مؤنثة مؤنثة كان نصب هنا والنصب هنا فإذا كانت تتبعها في التذكير والتأنيث وفي نفس الحركة فلذلك نقول هي نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أيضا مثال شارك معلمان اثنان في تصميم المشروع فمعلمان هنا جاءت المعدود والاثنان هي العدد وبذلك نقول انهما ايضا اشتركا في التذكير معا الاثنان معلمان مذكر واثنان مذكر ينتهيان بألف ونون ألف ونون فلذلك نقول معلمان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى واثنان نعت مرفوع بالألف لأنه مثنى أيضا. ام فبذلك الاستنتاج يكون العددان واحد واثنان يوافقان معدودهما في التذكير والتانيث المعدود يسبق العدد ويعرب العدد صفه او نعت لا المشكله. مثال قابلت ثلاثه وزراء اليوم، ثلاثه جاءت هنا هي العدد ووزراء هي المعدود فنقول قابلت ثلاثه وزراء ثلاثه جاءت مؤنثه ووزراء جاءت مفردها وزير وهو مذكر فلذلك خالف كل من العدد المعدود فنقول ثلاثه مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه وزراء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة لم يأتي مطابق لذلك قلنا أنها مضاف إليه. الأعداد من ثلاث إلى عشرة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث والعدد يسبق المعدود ويعرب المعدود مضاف إليه مجرور.